يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم تعد من أمهات المؤمنين؟ ليست زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سرية مملوكة تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم، تسمى أم ولد ما تسمى زوجة، وقد أهداها له المقوقس ملك مصر. نعم، فهي قبطية من أقباط مصر. نعم.